بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقينا شفت الحركة الجميلة دي قايمة منصدرة ديت يا جماعة اسمها دروب داون منيو، وديت اللي هي مسار حديثنا إن شاء الله بإذن الله في السيريز ده. علشان تبتدي تدرس دروب داون منيو أول حاجة أنت محتاجها طبعا أنت منيو فاهمني، فأنت هي سبيسيفيكلي بشكل خاص بتعتمد على المنيو فاهمني رايت. فأنت محتاج في الأول تضيف الكيورد اللي اسمها دروب داون على الكلاس اللي اسمه منيو عشان يبقى عندك دروب داون منيو رايت اوكي. بعدين انت بتبقى محتاج كيورد جميله خالص اسمها داتا دروب داون داش منيو. انت محتاج الكيورد ده لو انت كنت عايز تفرع قائمه متفقين؟ جميل. الحاجه اللي بعدين انت محتاج تعمل نستنج المداخله. فكرة الدروب داون منيو ان قايمة بتتفرع منها قايمة بتتفرع منها قايمة، او على الاقل قايمة واحدة بس بتتفرع منها قايمة تاني، فبالتالي لازم تدرج قايمة تاني. جميل. يمكن نكون احنا اتكلمنا عن نيستنج في السيشنز اللي فات، لكن هنأصل مفهوم ممكن نكون ما أصلناهوش، وهي يا جماعة خد بالك ان اليو ال القايمة الجديدة انت بتدرجها بعد وسم الارتباط، يعني حتى ما بتدرجهاش جوه مجاله جوه البدايه الستارتنج تاج والاندنج تاج الوسم الانكر، لا لا انت بتدرجها بعد منه خالص تمام. لو انت كنت عايز مثلا السيناريو ده فايه رايك لو تنزل لي الايه مثلا الجانب ده جانب تنظيمي، وانا بقول لك اهو انا هدخل الايه اللي جوه شويه وبعد منه في مجاله هبتدي ادرج القائمه الجديده بتاعي. وعلشان ما انساش تنسيقي طبعا لازم احط للقايمه دي الكلاس بتاع المنيو علشان يديها الستايلات الخاصه بالمنيو، واعمل انا كنترول اس واروح واخد مثلا عنصر من العناصر اللي اخدتها قبل كده واعمل له مثلا كنترول دي ادي ثلاث اربع مرات مثلا تمام. ولو عملت ريفريش هلاقي سهم صغير واداني القايمه بتاعتي. طيب اوكي انا عايز افرع قايمه تاني وان يكن مش مشكله، كل اللي انت محتاجه ان انت تضيف الكيوردات العجيبه دي، يعني ماشي اوكي عندك هنا ادي المنيو وتروح تضيف للدروب داون وتروح واخد الكيورد العجيب ده كنترول اس تعمل نيستنج. عايز فين؟ خلينا عند التالتة مثلا. اوكي عند التالتة المفروض تعمل نيستنج دلوقتي عند التالتة. طالما هتعمل نيستنج يبقى انت خد بالك ان انت بتدرج النيستنج بعد وسم الارتباط وحتى مش جوه منه بعد منه تمام. وما تنسى طبعا الكلاس بتاعك تمام علشان يحفظ لك الاعدادات او يطبق لك الكلاس بتاع المنيو عشان يفهم ان انت بتدرج منيو بمعنى ادق يعني. وبعدين تاخد اي حاجه، خلونا ناخد مثلا الاثنين دول بكوبي ونحطهم جوه القائمه. كده انا ادرجت قايمه جوه منها قايمه جوه منها قايمه، وممكن ادرج unlimited قوائم زي ما انا عايز براحتي خالص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.